اليوم رانا في عملية انطلاق المكاتب المتنقلة للتوجه إلى المناطق النائية وللوصول إلى البدو الرحل في أقصى نقطة في على مستوى ولاية ليزي اللي تبلغ حوالي 400 كيلومتر. على كل حال احنا عندنا 9 مكاتب على مستوى الولاية، 9 مكاتب متنقلة بتعداد هيئة ناخبة قدرها 8461 ناخب موزعين عبر مناطق الظل. احنا على كل حال كسلطة راح نسعاو جاهدين لأجل وصول أو إيصال صناديق الاقتراع إلى كل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية عبر ولاية ليزي.